سئل ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن رجل قال الرجل لما دعا الله بدعاء فيه لحن، يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع، يعني يجعل الفاعل منصوبة والمفعول مرفوعة، يعني فيه لحن. فقال هذا الرجل، قال إن الله لا يقبل دعاء ملحونا. فسئل شيخ الإسلام عن قول هذا الرجل من أن الله لا يقبل دعاء به لحن، قال هذا قائله آثم ومخالف لما جاء في الكتاب وفي السنة وما عليه السلف، بل إن المسلم عليه أن يدعو الله عز وجل ويستحضر بقلبه ما يدعوه الله، ما يدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم مقصده نعم ومراده. نعم ولذلك يقول من دعا الله وحرص على أن يأتي بهذا اللفظ باللغة العربية حتى لا يلحن، يقول يشتغل بتقويم لسانه عن حضور قلبه، يقول لأن الأصل في الدعاء أن يكون بالقلب واللسان تبع، فإذا اشتغل في دعائه بتقويم لسانه اشتغل عن ما في قلبه. ولذلك يقول إن المضطر يدعو الله عز وجل بدعاء يفتحه عليه ما لم يكن يعلمه من قبل. بل إن العلماء كما ذكر رحمه الله اختلفوا هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية أم لا، هناك خلاف، وإن كان يرى رحمه الله أن الدعاء بغير اللغة العربية جائز. قال لأن الله عز وجل يعلم ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تنوع الحاجة.